الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا قاعدة من قواعد أهل السنة، الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، وهي من القواعد التي أجمع عليها أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو من أعظم الأسباب التي هدى الله عز وجل أهل السنة في باب الإيمان بسببها، لأن المرجئة والوعيدية من الخوارج والمعتزلة اتفقوا على مسألة، هذه المسألة التي يعتقدونها هي التي أوجبت لهم كل فساد عقدي في باب الإيمان. فجميع أقوال المرجئة الفاسدة في باب الإيمان وجميع أقوال الخوارج والمعتزلة الفاسدة في باب الإيمان إنما سبب فسادها هذا الأصل الملعون الذي قرروه هم وأوحت به إليهم شياطينهم، وهو أن الإيمان جزء لا يتبعض، الإيمان جزء لا يتبعض. فالمرجئة يعتقدون أن الإيمان كالصخرة لا تتحطم ولا تتكسر ولا يمكن أن تتقسم إلى أبعاض مطلقة، ونفس هذا الاعتقاد هو اعتقاد الخوارج. فإذا اتفق الوعيدية والمرجئة على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل هو قطعة واحدة لا يمكن أن تكون ذات شعب ولا يمكن أن تتقسم ولا أن تتبعض أبدا. أما أهل السنة فقالوا لا، الإيمان يتبعض فيذهب بعضه ويبقى بعضه، ويتجزأ فيتذهب بعض أجزائه وتبقى بعضها، ويرتفع بعضه ويبقى بعضه، ويزيد بعضه ويزيد أحيانا وينقص أحيانا. فلأن الله هدانا إلى هذا القول صارت أقوالنا في مسائل الإيمان كلها متسقة مع هدي الكتاب والسنة ومتفقة مع ما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأما هم فسبب ضلالهم في باب الإيمان هو هذه القاعدة الملعونة، احفظوها. كما أنهم في باب القدر لهم قاعدة ملعونة، كل الفساد العقدي في باب القدر سببه هذه. وأنا في صدد تأليف رسالة صغيرة أسباب الفساد العقدي في الأبواب، وهذه منها آتي إلى باب الإيمان وأبين سبب ضلال الطوائف، تجد أن سبب ضلالهم واحد لكن اختلفت أقوالهم بسبب أن كل واحد منهم أراد أن يحافظ على هذا الأصل بطريقته هو. فالمرجئة يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وإنما هو جزء واحد، فأرادوا أن يحافظوا على هذا الجزء الواحد بطريقتهم هم فقالوا لا ينقص بسبب الذنوب. والخوارج والمعتزلة أيضا قالوا بأن الإيمان جزء واحد فأرادوا أن يحافظوا على هذا الجزء الواحد ولكن بطريقتهم، إذن اختلفوا في طريقة المحافظة فقط ولكن اتفقوا على أصل القاعدة الملعونة المخالفة للكتاب والسنة ولما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى. أدري أنتم معي ولا لا؟ ها؟ ولذلك جاء المرجئة إلى مرتكب الكبيرة فرأوا أن الأدلة تقول بأنه ليس بمؤمن. طيب إذا ذهب جزء من الإيمان عند المرجئة فذهاب جزئه ذهابه كله، فقالوا إذن الكبيرة لا تؤثر في الإيمان محافظة لهم على بقاء الإيمان واحدا، لأنهم لو اعتقدوا أنه بفعل الكبيرة يذهب بعضه فعندهم أن ذهاب بعضه ذهاب كله، فإذن قالوا لا يذهب منه شيء بسبب ارتكاب الكبيرة، ولنقل لا يضر مع الإيمان ذنب، فأبقوا الإيمان كله. الخوارج قالوا بما أنه ارتكب الكبيرة وذهب بارتكاب الكبيرة بعضه فليذهب كله فكفروا. فالمرجئة خافوا من ذهابه فأبقوه ولم يجعلوا فعل الكبيرة مؤثرة فيه، والخوارج صاروا أرجل قليلا وقالوا بما أنه ذهب بعضه بسبب ارتكاب الكبيرة فإذن فليذهب كله. أعرفتم لماذا قال هؤلاء أي المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب؟ من باب المحافظة على هذا الجزء الذي لا يتجزأ وحتى يبقوه. الخوارج قالوا لا، نحن مع قاعدتنا، إذا ذهب بعضه ذهب كله، لأن ما عندهم تفاصيل ولا شعب ولا أجزاء،
فذهاب البعض ذهاب الكل عند الطائفتين، لكن المرجئة قالوا فليبقى كله ولا نجعل للكبيرة تأثيرا فيه، والخوارج قالوا بل يذهب كله بذهاب بعضه، وسببها تلك القاعدة. كذلك مسألة الاستثناء في الإيمان وغيرها كما سيأتينا إن شاء الله، كل فساد عقدي، كل فساد عقدي، أقولها بملء فمي، كل فساد عقدي قاله المرجئة أو الوعيدية في باب الإيمان فسببه عدم اعتقادهم أن الإيمان ذو شعب وأنه يزيد وينقص، فلأنهم اعتقدوا أنه جزء واحد فذهاب بعضه ذهاب كله أورث لهم ذلك تلك الأقوال الباطلة المخالفة للكتاب والسنة. وأما أهل السنة والجماعة ماذا قالوا؟ قالوا يزيد وينقص، فإذا سلموا من كل شيء، فإذا فعل كبيرة ذهب منه بقدر هذه الكبيرة، لكن ذهاب بعضه لا يفضي إلى ذهاب كله عندنا معاشر أهل السنة والجماعة. فإن قلت وما برهانك من الكتاب والسنة على أنه يزيد وينقص؟ أقول الأدلة كثيرة، منها مثلا قول الله عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وكل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان. ولفظ النقصان في الإيمان لم يرد مصرحا به في القرآن كالتصريح بالزيادة، لكن ورد مصرحا به في السنة في أحاديث كثيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الإيمان المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فقال أكمل وهذا أفعل تفضيل، إذن دليل على أن مؤشره يكمل أحيانا وينقص أحيانا. بل وأوضح من هذا ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ما رأيت منا قصات عقل وإيش ودين أي إيمان، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا؟ قال إليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينه. بل وأوضح من هذا ما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن في نقص. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير أي إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. إذن الإيمان يتمايز ويتفاضل ويزيد وينقص، وكل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان، وكل شيء يقبل النقصان فإنه يقبل الزيادة، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة، وهذا من هداية الله عز وجل لأهل السنة. ولذلك جميع أقوالنا في باب الإيمان صارت متسقة مع هدي الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. لماذا؟ لأن الله هدانا لهذه القاعدة التي هي أم القواعد في باب الإيمان على الإطلاق. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة الإيمان بإيش؟ بضع؟ بضع. إذن هو يتبضع، يتبضع ويتبعض كلاهما صح، بضع وستون، أو قال بضع وسبعون شعبة، فإذن هو يتبعض ويتشعب، فهو أجزاء وشعب، فأفضلها أو قال فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. احمدوا ربكم على هذه السلامة، يا الله لك الحمد يا رب العالمين، الحمد لله. لو كنا مرجئة لقلنا بأقوالهم محافظة على هذا الأصل الفاسد، أو كنا وعيدية لا قدر الله لا قلنا بهذه الأقوال الفاسدة محافظة على هذا الأصل الفاسد.
وعلى حسب استقراء العبيد الحقير الضعيف اللي أمامكم لأقوال الطوائف، وجدت أن كل طائفة في كل باب من الأبواب لها قاعدة تعتبر أصلاً في جميع أقوالها في هذا الباب. فإذا أردت أن ترد عليهم رداً إجمالياً فلا تتكلف أن ترد على فروع أقوالهم وأوراقها وأغصانها الفاسدة، لا، اذهب إلى ذلك الأصل واكسره. فإذا كسرنا هذا الأصل فاعلم أنك كسرت قول المرجئة في الاستثناء، كسرت قول المرجئة في عدم نقصان الإيمان بارتكاب الكبيرة، كسرت قول المرجئة في دخول صاحب الكبيرة الجنة ابتداء، كسرت قول الخوارج في تكفيرهم، كسرت قول الخوارج في تخليدهم لمرتكب الكبيرة في النار. فبدل أن يشغلوك في فروع أقوالهم ترد على كل واحد منها على حدة، تعال إلى الأصل فاكسره حتى تكون ممن قال الله فيهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. نفاضين نقعد نهد جدار 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 جدار، تعال للقاعدة واكسرها وتطيح البيت كله وخلاص. وهذا هو شأن أبي العباس بن تيمية رحمه الله في الردود. فأبو العباس كان إذا رد على الطوائف كان عالماً بذلك لأصل الخسيس القذر الفاسد الذي أورث هذه الأقوال الباطل، فتجده في أوائل ردوده لا يتكلف أن يرد على جزئيات المسائل، بل يأتي إلى ذلك الأصل ويخنقه بيده حتى تسيل لعابه ويموت، ثم تموت وراءه جميع تلك الأغصان الفاسدة. ترى ماني بعلمكم الموت ولا الخنق ولا شيء، لكن هذا هو الأصل، هذا هو الذي يعجبني في العلم، أنك تأتي إلى الشيء من إيش؟ من جذره. إن كان حقا فسيورد ويورق ورودا وزهورا كلها حق، كقولنا في الإيمان وقولنا في الصحابة وقولنا في القدر. وإن كان فاسدا فسيثمر ويورد شيئا فاسدا لك، فصحح أصولك حتى تصح فروعك، صحح الأصول حتى تصح الفروع. فهذا الأصل الفاسد في باب الإيمان قرره المرجئة والوعيدية فأنتج لهم هذه الأمور الفاسدة. أما نحن معاشر أهل السنة فإننا نعتقد الاعتقاد الجازم الذي ندين الله عز وجل به وندرسه لطلابنا ونكتبه في مؤلفاتنا أن الإيمان يزيد وينقص،